حضورها شبه مؤكد على طاولة الإفطار في الجزائر. حلوى الزلابية التي تشتهر بها خاصة مدينة بوفاريك الواقعة على بعد 30 كيلومترا من العاصمة الجزائر. أسواق المدينة تتحول خلال رمضان إلى محج كل الصائمين لشرائها. طبعا كل مواطن من القطر الجزائري يعرف أن مدينة بوفاريك معروفة بزلابية، وحتى الاسم تاع زلابية اسمها زلابية بوفاريك نسبة إلى بوفاريك، لأن المنبع تاعها الأول كان في مدينة بوفاريك. احنا كنا رايحين مشاورين، قلت له يليق لي ندخل بوفاريك ندير زلابية تاع بوفاريك، خاطر أنا كاع في الزلابية نبغي زلابية تاع بوفاريك. كانت عندنا خدمة في الرويبة وجينا لبوفاريك، البوفاريك معروفة، إلا كي تفوت الريحة في الأوتوروت، الشرق غرب تشم باللي يليق تدخل. بأحجام وألوان مختلفة تعرض حلوى الزلابية في أسواق الجزائر. مكوناتها وطريقة تحضيرها أيضا تختلف. في الجزائر احنا عندنا معروفين بزوج أنواع تاع زلابية. زلابية تاع بوفاريك وزلابية تاع تونس. احنا اللي تمشي بزاف زلابية تاع بوفاريك بالكاوكاو باللوز بالبيستاش. هذه كلاسي موراها الدوزيام زلابية تاع تونس الحمراء مطلوبة فانيك هذه. تستهلك حلوى الزلابية طيلة السنة، لكن الإقبال عليها يزداد أكثر خلال شهر رمضان، ما دفع البعض إلى تلقيبها بملكة السهرة الرمضانية. الزلابية الناس تأكلها في الصيف في الشتاء، وشنو في رمضان سي ساكري. رمضان الناس تجيب من كاع الولايات، تيندوف بالشار، الناس كاع تجي تأكل زلابية هنا بوفاريك. الروايات حول أصل تسمية الزلابية تتعدد، بعضها ينسبها إلى زرياب، وبعضها يقول إن طباخ قام يوما بتحضير حلوى بطريقة غير معتادة فحصل على حلوى غريبة الشكل فقال إنها زلابية، أي أخطأت في إعدادها، ليتم الاصطلاح على هذه التسمية.